هذه يقول لك المثل خبرة تفتح العينين، فأنا لازم حتى الميكانيكا أعرف، حتى يعني ميكانيكيا أعرف، أعرف صوت السيارة شنو فيها خراب، أعرف يعني عندي خبرة كلها الحياة علمتني ما درست. يجون سويتهم ناديتكم، اللي نادوا ناديتكم. يعني انا قعدتي هذه هني امير ملك نفسي، ملك نفسي ما حد لها شيء عندي، انا ونس نفسي، انا زعل نفسي. وشفت انا لو حطيت القهوه وحطيت الشاي وكذا انا روعه، لما يجيني واحد مثلك وشرواك انا افرح استانس ما اكش. هذا كله خشب صاج يعني ما فيه، وراه عازل معزول، وهذه ديكورات، هذا تخطيطي انا. قصه الباص هذه شراه واحد من الربع، فجيت اشوفه كان يقول لي ليش ما تشتري؟ انا الوضع ما يسمح لي حاليا اني انا اسوي. اوكي انا شريت وخذيته والله وخلصت وياه وحوله باسمي ووديته عند البيت هناك. فبلشت اطلع الافكار عليه شنو بسويه، قررت اني اسويه مجلس وفي سرير، يعني في جهال يبي ينامون يقدرون ينامون، في ناس تبي تقعد قاعد، والموتر يشتغل غير وماكينه من انظف ما يمكن. عندي ولد بنغالي انا عاملهم عيالي يعني، فقلت له ايش رايك نبي نسوي، انا اشتغل حداده يعني، بس انا ما الحم، انا افصل سوي ديكور كذي، ايش رايك نتعلم عليه؟ قال شلون بابا انا ما يشتغل نجاره؟ قلت له ما عليه، نتعلم التحسونه بروس القرعه، خلنا نجرب حلالنا وما حد له شيء عندنا. والله وسوينا وقمنا نكشت فيه انا ويا اهلي، ونروح ورحنا عرعر ورحنا كذا تفقع ممتاز من اروع ما يمكن، ولا في موانع من الحدود، هو في دفتر مسجل باسمي وكل شيء وهذا، ونمشي وهذا والحمد لله. في سماعات حق لا رحنا كشته، يعني تعرف اللي الجيل القديم يحب الطرب، لو بشتري كرفان امريكي ولا اوروبي من اوروبا هذا ايش بيكلفني؟ قيمته ما تقل عن 20,000، هذا اللي هاي بعد وفوق. انا هذا ايش كلفني؟ احنا لما بنقعد 12 شخص راهي من احسن ما يمكن. ورحت في الخيران، رحت في اعياد الوطنيه هم فيه يعني شغلات، سماعات كبار يعني مثل صاله كامله في اي شيء سبل الراحه. طلعت الجوله كلها على الكهرب، استكاين. الكويتيين فيهم خير، ترى الكويتيين والله يطلع منهم، بس شنو ما في دعم لهم. والله ان جتني قيمه زينه ابيعها، ليش لا؟ واجيب واحد ثاني واسوي، خلاص الحين دليت الطريق.